فعلا تطوير مستمر يعني للخدمات اللي بتهم جميع المصريين، وزي ما احنا شفنا في هذا التقرير الجوازات والهجرة والجنسية من الأمور اللي كانت محتاجة عمل وتطوير كبير، وده تم وبيتم زي ما حضراتكم شايفين طول الوقت. فتحية طبعا لكل هذا الجهد. ومعانا على التليفون اللي هو محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق للمعلومات. مساء الخير وأهلا بك يا ست اللواء. اهلا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله طيب وبخير وبصحه بمناسبه الذكرى المجيده لثوره 30 يونيو العظيمه. اهلا بك يا فندم. وجود مبنى بهذا الشكل من ناحيه الطراز المعماري، وكمان يعني يمكن الاهم كمان الخدمات الموجوده بداخله، ازاي ده بيعكس ان المواطن المصري بياتي في مقدمه اهتمامات الدوله، وان هي حريصه على تسهيل حصوله على كافه الخدمات، ومن اهم هذه الخدمات الجوازات والهجره والجنسيه وما طبعا يتصل بده. بالظبط. دعيني في الاول بس حضرتك ان انا نوجه الشكر والتقدير لكافه العاملين بوزاره الداخليه وعلى راسهم السيد الوزير الموقر، على ان وزاره الداخليه دائما سباقه في تحسين وتطوير اساليب العمل الامني والخدمي للساده المواطنين وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهوريه بتيسير كافه سبل الخدمات للساده المواطنين. وهذا الانجاز العظيم الذي انجزته وزاره الداخليه من مبنى حضاري تكنولوجي فاخر له عده اهداف. نمره واحد حضرتك يجب ان نشير لها هو المظهر الحضاري الذي يليق زي ما ذكرت حضرتك بقيمه وقامه المواطن المصري والدوله المصريه الرائده التي استعادت قيادتها وقوتها في المنطقه. هذا المبنى بمكوناته 7 طوابق و40 ألف فدان وموقع تاريخي وعلى أحدث طراز. هذا المبنى يعتبر كمزار سياحي حتى، يضم كافة الخدمات اللوجستية التي يمكن أن تسهل وتيسر على المواطنين خدماتهم. فبالتالي هو حضاريا يعتبر مظهر حضاري للدولة وقيمة وقامة المواطن المصري. نمرة اثنين وهو يعكس حرص وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات السيد الوزير بالارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والخدمية للسادة المواطنين. فهذا المبنى بلا شك يوفر على جميع السادة المواطنين مشقة العناء والزحام والتكدس الذي كنا نعاني منه في ميدان التحرير والمجمع، وحضرتك أدرى الناس بذلك. يعني كان دور أول وكان الأماكن مزدحمة وكنا بنلاقيش أماكن المواطن يركن فيها حتى عربية أو المواصلات يروح أو تعب ونقاب. النهارده هذا المبنى العظيم مزود باستراحات، مزود بخدمات لوجستية لكل المواطنين، وفي خدمات حتى لكبار السن وذوي القدرات الخاصة حينما يصلوا إلى المبنى يتم اصطحابهم إلى داخل المبنى. استحدثت خدمات جديدة للمواطنين، استراحات جميلة، كافتريات جميلة، إن ممكن المواطن من أول ما بيخش المبنى بيسحب رقم شفا عشان مدى الشفافية والنظام ومنع التكدس والازدحام. يسحب رقم كما في البنوك والمؤسسات الكبرى وعالميا مطبق، يسحب رقم بنوع الخدمة بتاعته حين يأتي دوره، يتم المناداة عليا تلقائيا بالرقم بتاعه، بيتوجه لشباك ومن خلال شباك واحد بقى الخدمة للمواطن يقوم السيد الضابط أو السيد الموظف بإنهاء جميع الإجراءات التي يطلبها المواطن في سهولة ويسر. الخدمة كمان استخراج جوازات السفر بيتم بسهولة ويسر تمام، استخراج جواز سفر مميكن وآلي ويصعب تزويره. وأيضا هذه المبنى العظيم يضم مركز معلومات على أحدث مستوى تكنولوجي بجميع قواعد البيانات الخاصة بأمن ومنافذ الوطن. دي خدمات عظيمة بتؤدى للمواطن، ويمكن من أهم الخدمات برضو التي تؤدى والتي يهدف إليها هذا المبنى الخدمات السياحية والاستثمارية. ده ترويج سياحي لمصر، يعني السياح القادمين الذين يرغبون في القدوم إلى مصر يمكنهم وهم في أكثر من 46 دولة الحصول على تأشيرة الدخول للبلاد إلكترونيا من خلال التواصل الإلكتروني بهذه الإدارة، إدارة الجوازات، والحصول على التأشيرة. وحتى المستثمرين المقيمين داخل البلد ومن يقومون باستثمار أموالهم أو المقيمين لأي غرض من الأغراض، تم إنشاء ما يسمى السمارت كارت للغير المصريين. هذا الكارت الذكي يمكنهم بقى من تيسير كافة أعمالهم واتصالاتهم بأجهزة ومؤسسات الدولة، يعني ما لهمش أي مشاكل. وكما أنه هذه الإدارة بتقوم بتسهيل منح الجنسية المصرية لمن يستحقها.
نقطة مهمة برضو اللي هي النواحي الأمنية، بالرغم من الخدمات التي تؤديها الوزارة للمواطنين للتيسير والتسهيل عليهم والسياح وللمستثمرين، برضو لا يفوتنا الهدف الأساسي من وزارة الداخلية، وهو تحقيق الأمن والاستقرار داخل البلد من خلال إحكام الرقابة والسيطرة التكنولوجية الأمنية على كافة منافذ وموانئ الدولة من خلال قواعد بيانات شاملة وكاملة تكنولوجية تتواصل بينها البيانات. دي أهم الحاجات اللي نقدر نشير إليها اللي يضم ليها هذا المبنى. ونقطة بقى بنقولها تكنولوجيا وعلميا، بيؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية المعاصرة، وينفذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بحيث نعمل اوتوميزيشن وميكنة لكافة الخدمات والتسهيلات التي تقدم للسادة المواطنين، بما يحقق الشفافية التامة وتوفير السهولة واليسر لهم وأوقاتهم وجهدهم وتحقيق التنمية المستدامة وأقصى معدلات الأمن والأمان للوطن. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمود رشيدي. شكرا ليك يا فندم.